حوالي 25 سنة، وسعيدة جدا النهاردة أنا موجودة بالموضوع بتاع الإيفنت. السبورت دي مهمة جدا، مش لشان الرياضة بس، لشان العلاقات، لشان الميوتشوال كومبريهنشن. في الاتحاد الأوروبي نحن نشتغل مع المنظمة الهجرة بالموضوعات كثيرة، بتال هجرة شرعية والهجرة غير شرعية، والحاجات نحن نتكلم بتاع البروتكشن. أنا عاوز يسأل سؤال بسيطة، من كم سنة أنت موجودين في مصر؟ تفضل. كم؟ 4 سنوات. 5؟ 3؟ 7؟ أوكي. في هذا أكثر من 10؟ 12؟ 18؟ طيب، ممكن مصر بلدهم، مصر بلد بتال تولرانس، ومصر ممكن في بعض المشكلات، لشان مثلا في مشكلات بتال شغل، بس المشكلات بتال شغل دي مشكلات كمان بتال مصريين. النهارده نحن عندنا مصريين وعندنا المهاجرين، بس المهاجرين دي كلمات، المهاجرين عندهم عندهم أشخاص في محمد تسمك نانسي. أهلا نانسي. دي نحن نشتغل مع الأشخاص، والراية بتاع الاتحاد الأوروبي راية بتاع الانكلوزيفنس، والراية بتاع نتكلم مع بعض، نعمل حاجات مع بعض. معلش العربي بتاعك مكسر شوية، بس المهم أنت تفهم كويس. أوكي. أنا مش عاوز النهاردة أتكلم بتاع موضوعات سياسية. أنا أفكر النهاردة الحاجة المهمة نحن نفكر الموضوع بتاع السبورت، نفكر زي ممكن نعمل حاجة بتاع المستقبل. وأنا سعيدة جدا موجودة هنا النهاردة، وإن شاء الله ممكن نشوف لك بعد في المؤتمر الثاني. مشكرين جدا. Thank you so much, Graziella. Egyptian youth to realize their full potential. المنظمة الدولية للهجرة هي جزء من الأمم المتحدة، وتعتبر المنظمة الرائدة في مجال الهجرة. تمثل ولايتها في تعزيز الهجرة الإنسانية ومنظمة لصالح الجميع. ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذه المبادرة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإقليمي للتنمية والحماية الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الدمج المجتمعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة المصرية من ناحية، وتمكين الشباب المهاجر والمصري في تحقيق إمكانياتهم الكاملة من ناحية أخرى. I'll improvise here a bit because I would like to talk really about football, but from the heart. This is something that brings people together. I believe as migration, football is a global phenomenon that you all know. It's bringing people from different parts of the world, starting from Canada, Australia, Japan, Africa. Everyone talks football, and everybody knows about Mo Salah, everybody knows about Mane. I have seen different cultures, different nationalities, different religions, different schemes, cheering the same club, sharing the same passion. There is no better event or sport to bring people together, people to for better opportunity for inclusion, for knowing each other, for supporting each other.
hope you can translate part of it. هو كلامه كان مفهوم بس برضو عايزين نوضح ان احنا شايفين ان كرة القدم هي فعلا حاجة بتجمع كل المجتمعات مع بعض بغض النظر عن الدين او الجنسية او الثقافة او العرق. فكل الناس تعرف محمد صلاح, كل الناس تعرف ماني, والناس دي كلها جاية من مجتمعات مختلفة واتجمعت مع بعض علشان تلعب حاجة واحدة مشتركة وهي كرة القدم. فبس يعني قد ايه احنا مقدرين ان انتوا مهتمين بالموضوع, قد ايه ان انتوا جايين هنا النهاردة عشان تتفرجوا معنا وتسمعوا اكتر عن عشان تسمعوا اكتر عن خبرة المحترفين اللي شغالين في المجال. ممكن ده يكون الهام ليكو ان انتوا لو عايزين تشتغلوا في المجال ده في يوم من الايام تعرفوا اكتر عنه. I'll tell you a personal story as well. Probably I wouldn't have been here today if I didn't play football. I met a friend, actually a teammate, who later became a friend, and he told me about the job opportunities with IOM. So I went for an interview, I went through the process, I was selected, and 20 years later, I'm still here. ديان ما كانش هيكون هنا إلا يعني غير بفضل الكورة, لأن هو كان بيلعب كورة مع حد من أصدقائه اللي رشحه إن هو يقدم على شغلنا في IOM, ومن خلالها هو قدم وعمل الانترفيو واتقبل. فهو برضو بيرجع الفضل لصاحبه اللي هو أصلا تعرف عليه من خلال لعب الكورة. So I hope these events and events that are happening under IOM with the partners and the EU delegation will help you to know each other, to understand each other, and to help each other in the future to come and also discuss about your career plans. واحنا نأمل من خلال الايفنت ده ومن خلال طبعا الشراكة ما بين المتشاركين معنا, طبعا الحضور والاتحاد الاوروبي, ان انتوا تستمتعوا بالايفنت وان انتوا تعرفوا بعض اكتر وان انتوا تعرفوا اكتر عن مجال كرة القدم, وان شاء الله ده يفيدكم في شغلكم الحياة المهنية المستقبلية. Diversity means sit on the table. Inclusion means a voice. Belonging means the voice to be heard. So I hope you will have opportunity to discuss about diversity, inclusion, and belonging. احنا نأمل من خلال برضو الحدث ده ان احنا نفتح مجال للحوار عن الدمج المجتمعي وتقبل الثقافات الاخرى, لان احنا كلنا هنا عايشين في مكان واحد, فكلنا محتاجين ان احنا نحس ان احنا منتمين للمكان ده. Without further ado, please enjoy, exchange ideas, but also raise questions and help us how we can improve to help you. Thank you. Thank you so much, Dia. And I would like to ask Yoruk, how did you decide to start a career in freestyle? And we can imagine it wasn't an easy start and that qualities such as determination played an important role. أول سؤال هيبقى ليوروك, وعايزين نسأله يوروك أنت إزاي قررت تبدأ يعني شغلك في مجال كرة القدم الحرة, وأكيد يعني الموضوع كان صعب بالنسبة لك, ويعني خصوصا إن إحنا في حاجة زي الإصرار وإن أنت عايز تشتغل هناك, أكيد ده أثر مهم في قرارك. الأول مساء الخير عليكم جميعا. Good evening everyone. مبسوط إن أنا معاكم النهاردة. مين هنا يعرف ايه هو الفريستايل فوتبول اصلا؟ حد يعرف ايه هو الفريستايل فوتبول؟ لا. Do you know what's freestyle football? No? Only two, three people? Okay. طيب انا هقول سريعا ايه هو الفريستايل. فريستايل فوتبول هو عبارة عن ان انت بتعمل مهارات بالكورة بكل جسمك, بالجزء العلوي, بالجزء السفلي منها, وانت قاعد على الارض, uppers, lowers, sit down. ده الفريستايل فوتبول, وده مجال واسع جدا, جزء منه رياضي وجزء منه ترفيهي. يعني لو حابه اجاوب الاجابه كلها ولا عايزه تترجمي جزء جزء سريعا؟ لا احنا هم ولا. عشان معظمهم بيتكلموا عربي فهنترجم. تمام ماشي خلاص. بس انا بدات ازاي؟ بدات في 2004 2005, بدات ان انا بدات اتفرج على فيديوز كتير. كنت بتفرج على فيديوز اللقطات بتاعه الكوره اللي بنشوفها على اليوتيوب كلنا, المهارات رونالدينيو وهو بيعمل حركه جامده. فبدات كل اللي انا بحبه في الموضوع ان انا عايز اقلد الجزء ده, عايز اعرف نفس التشميسه, نفس الكوبري, نفس الكذا. خطوه خطوه, انا طبعا مش عايز اطول عليكم, خطوه خطوه بدات ادخل في مجال تاني خالص واللي هو المهارات بس بتاعه الكوره. ان انا خدت الموضوع, انا خلاص انا عايز الجزء الحلو ده بس من الكوره, مش عايز اقعد 90 دقيقه عشان اعمل كوبري ولا اعمل تشميسه ولا اجيب جون شكله حلو, لا انا هاخد السكيلز دي كلها واعملها على بعض. ففجاه لقيت نفسي في مجال اسمه فريستايل فوتبول.
بدات اتمرن عليه وبدات اكتشف ايه ده في بطولات، ده في عروض ممكن اعملها، ده في مجال واسع جدا انه يبقى شغل ليه. فجي الموضوع من مجرد ان انا بتفرج على فيديوز وبقلد الحركات اللي بتتعمل في الفيديو. وكان يعني الفكره كلها كان ان انت باخد الكوره وقاعد مع نفسك تمرين كتير تمرين كتير، لغايه ما دخلت بطوله مصر في 2009، كانت اول بطوله تتعمل في مصر وكسبتها، وكان عندي ساعتها 19 سنه. ومن هنا بدا الكارير بتاعي، اتاهلت لبطوله العالم في 2010 في جنوب افريقيا، وبعدين رحت الحمد لله النهارده سافرت اكتر من 33 بلد حوالين العالم بالفريستايل فوتبول، وصلت احسن 16 في العالم 3 مرات او 4 مرات، خدت بطل عالم في كاتيجوري اسمه شو فلو، وصلت سيمي فاينال اربس جوت تالنت، سيمي فاينال سبين جوت تالنت، اشتغلت مع براندز كبيره جدا زي لا ليجا، زي بوما، زي ريد بول، زي اكبر براندز ممكن تتخيلوها في المجال، لمجرد ان انا كل اللي عملته all you need is a ball، خدت الكوره وقعدت اتمرن بيها، وده غير حياتي وخلاني اوصل لحتت ما كنتش متخيل ان انا ممكن اوصلها. Thank you, Yoruk. And what about you, Zaki? Can you get us through your start in the field of sport journalism? Zaki, لو حابب تحكي لنا عن قصتك، ازاي بدأت في الصحافة الرياضية؟ وانا اصلا ما درستش اعلامي، يعني انا اصلا درست اثار يوناني روماني، حاجه ما لهاش اي علاقه بالصحافه. بس وانا في الجامعه بدات اتمرن، لان ده كان الحاجه اللي انا حاببها، كنت بحب الرياضه، بحب الكتابه، وده يمكن يخلينا نقول ان مش بالضروره تدرس اللي انت هتشتغله في الاخر، ممكن تعمل شيفت كارير في اي وقت انت عايزه، سواء بدري او متاخر. مش بقول ان ده يغنينا عن الدراسه، لكن طبعا كانت هتوفر علي وقت وتعليم كتير، لكن ممكن تبدا عادي لو انت عندك الامكانيات وعندك المهاره وتطور من نفسك. فبدات في مواقع صغيره، مواقع الكترونيه صغيره في الصحافه الرياضيه، ولما اتخرجت الحمد لله بدات اشتغل في الجول. انا في الجول من 2018 تقريبا، من اول 2018، فبقالي 5 سنين. كنت حاسس ان هي خطوه كبيره عليا ساعتها، كنت لسه صغير، كنت لسه متخرج، لكن يعني الوقت عدى. ما كنتش اتخيل بصراحه ان انا ممكن اقعد في المكان ده 5 سنين، لان انا شخص بيحب التغيير. ايه اللي خلاني اخش الصحافة؟ هو ان انا بحب الكورة، ده مش كافي ان انا اخش الصحافة، لكنه عامل مهم جدا يخليني اخد الخطوة دي واسعى ليها. وبجانب طبعا المهارة والمهارة في الكتابة، ده شيء مهم جدا ولا غنى عنه. واو زاكي. Don't be very hard on me. Now I'm La Liga delegate here in Egypt, Sudan and Libya. I have some people from Sudan here today. Okay. So I'm taking care of this region. But my story begins as most of us, studying a career just after graduating in high school. I was studying law. I made this choice. Basically, nowadays I see it as something inside my comfort zone. It was a nice university in my hometown in Valencia, back in Spain. And it was easy decision to be made. If you want to translate, Timon. هقول لكم بس السؤال عشان برضو لحد ما فهمش، هو احنا بنسأله هو يحكي لنا هو قصته ايه بكرة القدم، وهو كمان من الاشخاص اللي عملوا career shift. In creative, something that engage with people, something that I can manage from the A to the Z. So that's how I started to work in several sectors, basically in the startup and later in a big multinational in the insurance industry. But after a few years, I decided that I want to take the leap into the international world. I wanted to do what I was doing, but everywhere else in the world, and try to engage with people with different cultures, different languages. So that's why today I'm very happy to be able to tell my story here, because I feel it in a side completed, no? So after coming here to Egypt, I was very lucky, because I could be everywhere else in the world, but I'm in a country that I feel like my home now. And I'm working at La Liga as a delegate, and I hope that I will be able to explain today what we are doing as the company and what's my position. دلوقتي السؤال ليوروك ويليه راؤول وزكي، ايه أهمية صناعة المحتوى من وجهة نظركم؟ طيب سريعا كده، صناعة المحتوى ده موضوع لسه من كام سنة ما كانش بالأهمية اللي حصلت بعد، بالنسبة لي يعني من وجهة نظري، من بعد الكوفيد
الدنيا اتغيرت تماما. حصل الازمه بتاعه كوفيد حوالين العالم، الناس كلها بقت قاعده في البيت وقت كتير جدا، فهنا حصل بومينج للسوشيال ميديا عموما او الناس اللي بتصنع محتوى، ان بقت وسيله. يعني انا من اكتر الناس شغلي معتمد على ان انا بعمل لايف شوز، يعني بنزل في ايفنتس واماكن بعمل بيرفورمانس، ناس جميله زيكم كده نازل اعمل شو وتنبسط. فجاه اتمنعت التجمعات، فجاه اتمنع ان الناس تكون موجوده في اي حته، فبقت الوسيله ان انا اوصل للناس هي السوشيال ميديا او صناعه المحتوى. فمن التجارب اللي حصلت معايا البسيطه يعني ان بدات انزل توتوريالز على اليوتيوب، فري ستايل فوتبول، ان ازاي تتعلم مهارات كره قدم على اليوتيوب بس. فدي نقلتني مثلا في فتره كورونا دي بس من 1000 سبسكرايبر ل 50000 سبسكرايبر تقريبا على اليوتيوب، مجرد ان انا نقلت مكاني لهناك. فهو النهارده جزء مهم جدا طبعا انك تطلع كونتنت، لان العالم اتجاهه في الانترتينمنت وفي كل في اغلب البيزنس بيتغير تماما، وبقت النظره اكتر للديجيتال كونتنت عامل ازاي اكتر من التجربه اللايف. وزي ما انتم شايفين الناس كلها ماسكه الموبايلات 24 ساعه، ناس بتاخد سيلفي، ناس بتصور، فهو طبعا دي اسرع وسيله انك توصل بيها للناس. Thank you. Do you have anything quick to add? Well, basically, social media is, as Yoruk said, is now in our daily life. How many times do you see the phone per day? Me, too many, to be honest. I would like to see it less. So it's true that the way we consume content is changing dramatically, and perhaps we don't see the matches full in TV like our parents used to do, but now we see the short clips on the phone. And we see content related to the football, and we see content creators like Yoruk talking about football, but with a very personal perspective. So, I think content creation is the future for the not only for football, but the whole entertainment industry. This wasn't prepared, huh? الهدف اللي هو كان بيقوله انه دلوقتي السوشيال ميديا بقت عامل مهم جدا، ان هو يأثر على كميه، بيوصل كمان لكميات لاي حته في العالم. الناس كلها بقت بتستخدم السوشيال ميديا، انستغرام وتيك توك والحاجات دي كلها. ف قد ايه الموضوع بقى مهم وسبيشلي الفتره الاخيره، فيركز برضو على الجانب بتاع السوشيال ميديا، ان هو يوصل للجمهور الخاص بيه، ان هو يوصل الرساله الخاصه بيه. تكملة على كلام يوروك وراؤول، انا هضرب مثال بالنسبه لدور الصحفي الرياضي من سنين طويله، كان ان هو ينقل نتيجه المباراه، الماتش بين فريق كذا وفريق كذا في ملعب كذا خلص كذا، ده كان كل اللي هو، وده الكونتنت اللي كان هو بيخلقه، وده اللي كان مناسب للحقبه دي. دلوقتي انك تنقل نتيجه المباراه ده مش بيخليك متميز في اي حاجه، محتاج تقدم كونتنت مختلف. الناس عايزه تشوف، الناس ما بقتش عايزه تشوف الاجوال بشكلها الطبيعي، عايزين يشوفوا عليها ايفكتس، عايزين يشوفوا عليها تبقى راكبه على ترندات معينه على السوشيال ميديا، تتربط بحاجات تانية. ما بقتش المباراه كماتيريال رو هو ده المستعمل، ده حتى بنشوفه في البث التلفزيوني. يعني لا ليجا مثلا انا بعتبرهم احسن دوري في العالم بينقل مباريات، لان هم خلال المباراه بيدخلوك في مود مختلف، بيطلعوا لك ارقام، بيطلعوا لك خرائط حراريه من غير ما تحس ان انت بتخرج من المباراه، وده اهم حاجه، لان هو المحتوى الاساسي بتاعنا هو كره القدم، ما ينفعش نحوله لشيء تاني مختلف. لكن في نفس الوقت لو انت بتقدر تخلق كونتنت يكون في توازن بين اللعبة الاساسية اللي احنا بنلعبها، وفي نفس الوقت انك تقدم ترفيه للناس، ده مهم جدا دلوقتي ولا غنى عنه، وما بقاش رفاهية او بقى اللي بيعمله دلوقتي يعتبر بيعمل حاجة زيادة. لا بالعكس، احنا دلوقتي احنا الصحافة المكتوبة انا يعني من اشد مناصرين ليها، لكن هي في الاخر غير كافية لوحدها. طبعا تظل محتفظه بقيمتها، انا في وجهه نظري مش هتفقد قيمتها ابدا، لكن هي غير كافيه، محتاجه حاجات تانية جنبيها. Thank you. Social media has definitely revolutionized all the features that we see on TV, but when we say that the football is also a business and an industry, sometimes we get the bad impression that we are talking about something shady, but I would like to highlight the positive aspects of the football as an industry. For instance, in Spain, football represents 1.5 of the GDP of the national gross product, and also employs 200,000 people. And believe me, there are not 200,000 football players, not even 10,000. So behind that, there is lawyers, there is doctors, there is mathematicians, there is people from the business side,
Today I would like to give you some glimpses of what is behind. But for me, the main point is that you get the behind what you see and what is easy to perceive. There is a whole industry full of job opportunities and interesting jobs to be done. لو هنبص عليها من المنظور التجاري طبعا المقابلة الصحفية جزء مهم جدا من الصحافة وهو من الأجزاء الصحفية اللي مش ممكن تختفي لأن هي دايما طول الوقت بيتغير شكلها لكنها مستمرة فهو ده بالنسبة لي أمتع شيء أنا بعمله كصحفي إن أنا أعمل انترفيو أو مقابلة مع ضيف إزاي بجهز له إن أنا أولا إزاي بختاره إن هو يكون شخص مش بس مثير للاهتمام ليا لازم يكون مثير للاهتمام ليا لكن كمان مثير للاهتمام للناس اللي هيتفرجوا يعني ما ينفعش ابقى منعزل عن العالم تاني حاجه ازاي اجهز له لازم اذاكره كويس جدا لازم اقرا كتير عنه ممكن اقعد ايام اقرا سيرتش عشان اشوف كل حاجه اشوف تاريخه واشوف حاجات اشوف له مقابلات قديمه عشان ما اكررش اسئله كتير بتحصل قبل كده لان مش لطيف انك تجيب حد وتفضل تساله نفس الاسئله بشكل متكرر خلال الانترفيو نفسه لازم تحط سيناريو هتساله السؤال الفلاني وتكون حاطط في دماغك يا اما هيجاوبك يقول لك كذا يا اما هيجاوبك يقول لك كذا وعلى اساس الاجابه هتنزل بالسؤال اللي بعده ما ينفعش لو هو قال حاجه معينه تجاوب على سؤال انت كنت هتساله وترجع تساله له تاني لان هو كده انت منعزل عنه لازم ما تحسسش الناس ان انت مش سامعه يعني انت ما ترميش السؤال وخلاص انا كده مش مهم انت بتجاوب بتقول ايه لازم يبقى في انتراكشن لازم يكون في تفاعل مع الضيف فجزء الانترفيو هي في الاخر مهاره وليه علاقه بالاعداد انك تكون محضر كويس لان كمان لما الضيف يلاقيك محضر كويس للانترفيو ده بيشده اكتر لان هو بيحس ان هو اللي قدامي الشخص ده تعب ان هو يحضر ويقرا عني ويذاكر فبالتالي ممكن اصلا تساله عن حاجات هو ما كانش فاكرها وتفكره ده شيء مهم جدا وده بنقدر نكسب بيه الضيف ان احنا نحسسه ان احنا مهتمين بيه لو الضيف دخل لها اسئله سطحيه بيسمعها كتير بيسمعها كل يوم ممكن يبقى لطيف ويجاوب بلطف وكل مفيش مشكلة خالص لكن مش هيديك المحتوى اللي انت بتدور عليه. Thank you. How interesting job. What do you prepare in advance? الموضوع انت بترجم السؤال. السؤال ازاي بتجهز لما تيجي تعمل اي مقابلة مع بوما او لاليجا او اي اسم كبير. تمام. هو في العادي جاهز عموما يعني انت لان ارجع تاني اقول لكم فريستايل فوتبول هو مقسوم نوعا ما نصين هو رياضه وفي نفس الوقت ترفيه فانت لازم كرياضي لازم تبقى عندك انضباط لازم تبقى جاهز يعني بيسموها ايه فيزيائيا لازم تبقى جاهز متمرن على طول عندك لمسه الكوره موجوده فت للموضوع فده التجهيز العام اللي بيبقى طول الوقت لو شو معين زي ما هي بتقول بيبقى لازم مثلا حسب المطلوب يعني انا بيبقى جاي لي شو يقول لي هتشتغل على الستيج ومعاك 3 دقايق بس فانا بحضر مثلا تراك ميوزك هلعب عليه 3 دقايق لازم يبقى فيه روتين معين شو معين شكل معين وحسب طبيعه الشو زي ما قلنا في تفاعل مع الناس مفيش تفاعل فكل دي بتبقى تجهيزات قبل الشو مثلا بكام يوم بتبدا تجهز للعرض نفسه وغير كده اهم حاجه قبل يعني ده دايما ان انا اكون مبسوط بالموضوع اللي انا بعمله انا بمستمتع بالحاجه حاط فيها قلبي وعشان ده هو الاحساس في الاخر بيوصل للناس ان انت فعلا بيحسوا ان الشو حلو وشكله حلو لما انت بتبقى حاسس الموضوع اكتر مش مجرد بادي وبمشي. Thank you Yeruk. I wanted to now ask a question to all of you. Play in your daily professional life. السؤال ليكم جميعا كنا عايزين نعرف ايه دور الدمج المجتمعي في المجال بتاع الشغل بتاعكم. طبعا الدمج المجتمعي شيء مهم جدا في الصحافة لان انت ده بيمكنك انك تخلق محتوى مختلف لما تكون انت كاشف وشايف كل الناس الموجوده قدامك في المجتمع باختلاف جنسياتهم باختلاف اعراقهم انا بعتبره طبعا ده واجب علينا اولا ان احنا نغطي كل شيء معين قدامنا ما نستأثرش بفئه معينه ان احنا نغطيها سواء نخلق لها محتوى او ان احنا نغطي اخبارها لكن كمان انا شايف ان هو شيء ايجابي ممكن نستفيد منه احنا ونبدا نخلق منه محتوى قوي انا مره عملت وثائقي عن اللاجئين المصريين في عن اللاجئين السودانيين او الافارقه عموما في مصر كانت تجربه بالنسبه لي ممتعه جدا على المستوى الشخصي بخلاف الناتج النهائي وان هو الوثائقي طلع لطيف او ايا يكن التقييم بتاعه لكن انا وانا حاسس وانا بعمل وثائقي حاسس ان انا بختلط
بفئات مختلفة عني عايشين وسطينا. أنا بحب أتعامل مع فئات مختلفة كتير، فلما يكونوا عايشين وسطينا في مصر هنا ده بالنسبة لي شيء ثري جدا لينا. وأنا بعتبر مصر محظوظة إن هي فيها تنوع عرق كبير وفيها تنوع جنسيات كتير بخلاف دول تانية بتكون مقفولة على نفسها، فبالتالي ده بشوفه نقطة قوة كبيرة جدا وبتفيدنا طبعا في شغلنا الصحفي. Thank you, Zaki. What about you? To culture, language, religion, whatsoever. But especially in my case that I work abroad, I'm not working in my home country, and I work with people from so many other countries. My manager is from Italy. I work with Lebanese people, Moroccan people, Chinese people, Vietnamese people. And at the end, when you work so closely with so many different people, you end up thinking that at the end we are all the same. We are people that we are looking for our goals, our ambitions, our fears. So for me, diversity and inclusion is something that is in the human nature, and we should be treating it as a natural thing. And I'm very happy, by the way, that today we're able to be here, more than 10 nationalities, I think we were counting. So that's a proof of that diversity and cohesion is something that exists and happens, and that is very positive. الحمد لله من دايما من زمان مع جنسيات مختلفة كتير. وبعدين الميزة الأكبر إن الكورة عموما لغة انترناشونال، أنت مش محتاج عشان تشوف حركة معينة وتعجبك مش محتاج إن أنت تكون بتكلم لغة معينة عشان تنبسط. يعني أنا عملت مثلا يعني واو أكله شوف الناس صحيتها، الناس بدأت تجمع. يعني بص مين هنا بيعرف يلعب بالهيد؟ تعرف تلعب بالهيد؟ هيد 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 يلا ها يا سلام في هيد هنا. انت نمت خالص، نمت مننا خالص. ها يا ولد يا سلام. الموضوع بسيط وسهل، هو دي الفكره، ان انت مش محتاج ابقى مصري ابقى اسباني ابقى اي حاجه عشان افهم كوره او عشان اشوف ده. فدي من اكتر الحاجات اللي فعلا انا بقابل ده على طول. رحت بعمل شوف كوت ديفوار، بعمل شوف في نيجيريا، يعني دخلت بطولة أفريقيا 3 مرات في نيجيريا، رايح بطولة في دبي، رايح بطولة في التشيك، رايح في أسبانيا. الناس كلها في الآخر اللي احنا بنعمله سهل جدا وبتقدر تفهمه. زي ماتش كورة انت بتتفرج عليه، انت مش محتاج مترجم ولا محتاج تفهم اللغة اللي بتتقال، انت مجرد ما هتشوف هتفهم ده. فده حاجة بقابلها على طول، بتعامل على طول مع جنسيات مختلفة، مع حالات مختلفة، مع ناس من كاتيجوريز مختلفة. فده طبعا بيلعب جزء كبير جدا من شغلي ومن حياتي اليومية يعني. Thank you, Yorok. Now I wanted to talk more about if they could actually give us some advice. دلوقتي عايزين نعرف منهم لو يقدروا يقدموا لنا أي نصيحة للشغل في هذا المجال. So Zaki, Raul, what advice would you give to people that want to start a career in your professional field? Want to start, Zaki? عربي؟ نصيحة. اوكي، نصيحة هي ان الواحد دايما يتعلم. ممكن تتعلم حاجات كبيرة زي لغة مثلا، اللغة دي ممكن تستغرق فيها اعلام لمدة سنوات. ممكن تتعلم حاجة صغيرة جدا تاخد منها 5 دقايق، ايا كان حاجة دي هي ايه. لازم تفضل تتعلم، لازم تفضل تطور من نفسك، ما تخليش يوم يعدي من غير ما تتعلم حاجة جديدة حتى لو كانت حاجة لا تذكر. لكن شعور انك بتتعلم كل يوم شعور بيمدك بالثراء. لو انا اتكلم عن مهنتي انا تحديدا كصحفي، مش كافي مثلا ان انا اكون بحب الكوره. انا بحب الكوره، انا من وانا صغير انا مجنون بالكوره وما بفوتش ماتش وحافظ كل تشكيلات كل فرق العالم، بس ده مش كافي. في عوامل تانية، لازم ان انا اكون قوي جدا في اللغه العربيه، لازم اكون ملم بجوانب صحفيه معينه، والحاجات دي كلها ممكن تتعلمها. ففي الاخر التعليم هو اهم شيء. انا بحس ان الانسان لازم يفضل طول الوقت يتعلم. لما بيعدي عليا وقت من غير ما اتعلم شيء جديد ما بقاش مبسوط، حاسس ان انا ما كبرتش. مش مهم اكبر في السن، بس المهم اكبر في اللي انا عارفه جوه دماغي. تمام. So well, first of all I don't think I'm anyone to give you any advice. At the end I'm just a person that wants to improve in his career, that has ambitions and that did what I was thinking that was the best for every moment. Working at the football industry, I think, is something very wide, because as you have seen today, you have a journalist, you have a content creator and a freestyler,
You have even an international delegate for La Liga, whatever that means. So at the end, I will give you three pieces of advice that I think they are valuable not only for working in the sports industry, but in every sector. I don't know if you want to. Okay. So basically, very, very briefly, I will suggest, because I see many young people that I guess that you're studying still or maybe in the first stages of your career, the first advice will be choose your mentors. Choose people to follow that are going to guide you through the first years of your career. And this doesn't mean that you need to follow your first boss or the advice of your teachers. Try to find relevant people that for you, her values or their values are important to you and you want to follow this example and go with it. Because I think in the first years of careers, it's very important to have someone right to follow. The second one will be choose your experiences. At the end, we have limited time. We would like to go everywhere and do everything, but we need to choose very carefully our battles. So don't hesitate in going for this opportunity that is what you really think is going to be meaningful for wherever you want to go, either the football industry or either whatever career you're choosing. And the last thing will be show interest. And show interest is, I like this one, because at the end, once you are finishing your studies or where you are looking for your first job, what companies are going to see in you, okay, it's a degree, it's an internship that you did, but at the end it's going to be what is the level of commitment that you're going to put on the table, how interested you are in the company or in the position you're going to have. So work on that, show interest, meet people, connect with people before going to an interview. And again, this applies for all the industries. I hope it's something valuable, but follow mentors, choose your experiences and show interest. That would be my advice. انا مش هطول عليكم، انا بس هقول لكم باختصار هو قال ايه. ايه النصيحه اللي ممكن تديها لاي حد صانع محتوى يعني عايز يبتدي في صناعه المحتوى؟ طيب عشان تبدا في صناعه محتوى، يعني انا بس الاول، انا من الناس اللي لسه بتبدا في صناعه المحتوى، عشان بس نبقى واضحين. انا بقالي 13 سنه او 14 سنه في فريستايل فوتبول، كان اغلب شغلي لايف ايفنتس، تصوير اعلان، تصوير شوتينج لحاجه، بطولات، سبونسرشيبس، ده كان اغلب شغلي. لسه بادئ بقالي يمكن سنه او سنتين في مجال صناعه المحتوى. فالموضوع هو انت الاول لازم تلاقي ايه الحاجه اللي انت بتحبها او ايه الحاجه اللي هتتكلم فيها. يعني مثلا انا المحتوى اللي بقدمه اغلبه انترتينمنت، اغلبه ان انا بعمل حاجه ممتعه بالكوره. 125 165 Tiger is who's Tiger? Tiger, bravo! Round of applause for Tiger. Merci. Next question. What is the first official Egyptian newspaper? Dasab. Mishtab? الأهرام. الأهرام. ماشي. فؤاد now on the top. Who's Fouad? Woo! Round of applause for Fouad. Bravo Fouad. Next question. What is the nationality of the current world champion of freestyle football? Norwegian. Norwegian. Bravo, bravo, bravo. Da Saba. Saba. Dilwati Mustafa on strike. Bravo Mustafa, cameraman. Meshi, what is the most important source of revenue in the sports industry? Dar Raoul Ult.
Tom. Whoa, Tom. Round of applause for Tom. Sean, second. When did field goal start? Hey, Zaki, want to give us the answer? Two thousand one, 2003, 2005, 2007, 2001, 2002, bravo! Carlos, there! Bravo, Carlos! Round of applause for Carlos! Tom second, Naguib third. Next question. As a content creator, what should be my main focus to success after knowing my own style and audience? Get a verification badge, making money, getting famous, or being consistent? Akhdar, Hoa says Akhdar. Akhdar wala la. Akhdar wala safar wala. Abiyad? La. أزرق وأصفر. برافو برافو برافو. دلوقتي كارلوس نجيب. كارلوس. برافو كارلوس on strike. Which are the goals are at the international level of La Liga? That will increase the brand revenue value. Reach new audiences, open business opportunities, or all of them. Asfar? 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 Asfar, wala la? Bravo, Asfar! دلوقتي سامر اليمين الثاني When was the first world championship of freestyle football masters of the game and when was the first Egyptian championship of freestyle 2002 in Holland and 2010 in Egypt 2003 in Holland and 2009 in Egypt 2000 مشكلة في الانترنت الانترنت في ماسر ده مش مهم مش مهم reconnecting reconnected عشان كده ماشي We are going to repeat the question and see by hands who got it right. Okay. Oh, well. Meshi. With Iluati. Who is going to win the match? Match بتاع النهاردة. دا سهلة. Real Madrid, Real Madrid. We Cádiz, Cádiz. Oh, Real Madrid, Akhtar. We el podium, Dilwati, Apsh, Teleta. Samer, el tenis, will winner. Bravo, bravo, bravo. Dilwati, Andena, Price, La Liga gives the prize. Hena La Liga, Hena IOM. If you guys can come to, لو ينفعتيكوا تطلعوني. التلاتة. التلاتة. Thank you.
مين أبشر؟